السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين للتعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله نشوفوا واحد الدرس الثالث من السلسلة ديال الدروس ديالنا ديال لاكونتابيليتي جينيرال. اليوم غادي نخصو بإذن الله الدرس حول لو بيلون. غنشوفوا لو بيلون شنو هو المعنى ديال لو بيلون ديال واحد الشركة، منين كيتكون، والاقسام اللي كيتكون منها، ولي كلاس ديال لو بلون كونطابل منين كيتكون منها، وبشحال من كلاس ان شاء الله باذن الله غادي ندرسو اليوم، اللي هما لي 5 كلاس الاولانيين. يعني لو بيلون كيتوفر على 5 ديال لي كلاس الاولانيين اللي تيكونوا في لو بلون كونطابل. اوكي سيدي، دونك نبداو ان شاء الله باذن الله. شنو هو لو بيلون؟ لو بيلون est un tableau représentatif de la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. Il comporte deux colonnes. La colonne droite s'appelle passif, entre parenthèses le mena, qui est là, il y a les ressources, il y a le masader. Et la colonne gauche est appelée actif, le mena, qui est là, on a les emplois, le mumtchalakat. Mais fahmna ta chi haja, ماشي مشكل. نشرحوها بإذن الله. Le bilan est un tableau représentatif de la situation patrimoniale. يعني بغيقولينا بأن le bilan هو كيوصف واحد لو tableau، كيوصف الحالة ديال le patrimonial، يعني الحالة ديال واحد الشركة منين كتكون، منين جابت الفلوس ديالها، بشحال رقم ديال المعاملات التجارية ديالها، بشحال كيتكون لو كابيتال ديالها، شنو تسلفات، شنو شرات، شنو السلعة اللي دخلات. يعني كي هو تيقول لينا شنو هاد الشركة، شنو كدير، شنو كدير اون دات دوني، يعني في واحد المدة، في واحد الشهر فلان فلاني، في واحد العام فلان فلاني محدد. اوكي، هاد لو بيلون كي داير؟ تيقول لينا إل كومبورت. إل كومبورت شنو؟ دو كولون. يعني لو بيلون فيه دو كولون. لا كولون من الأولى ديالو هي باسيف، فين كتكون؟ كتكون في الدغوات. الدغوات طبيعة الحال ديالنا حنا هي لا كولون، كيف ما كتبان لكم باسيف في الدغوات ديالنا، ولا كولون الثانية هي اكتيف. الباسيف شنو كيعني لنا؟ قال لنا الباسيف هو لي ريسورس. لي ريسورس شنو هما؟ المصادر، يعني هذيك الشركة منين جابت الفلوس ديالها، يعني منين جابت الكابيتال ديالها، بشحال الكابيتال هو الرأس مال ديال الشركة، يعني منين جابت ديك الرأس مال الشركة، يعني بشحال ديال الفلوس ديال الرأس مال الشركة، واش لي فورنيسور سلفوها بزاف ديال الفلوس وبشحال الثمن، واش عندها لي سالاري كتخلصهم، واش عندها كريديات، واش هادي واش هادي. يعني هادو هما المصادر، هما لي ريسورس، منين جابت الشركة الفلوس ديالها. اوكي سيدي، لا كولون غوش فينا هو لا كولون غوش، هو لا كولون غوش ديال عينينا حنايا كيف ما كنشوفو في ليكرون. لا كولون غوش هو لاكتيف ديال لو طابلو ديال لو بيلو. لو اكتيف، لاكتيف شنو كيعني لنا؟ تيقول لنا لي زومبلوا، يعني الممتلكات. الممتلكات ديال اش؟ ديال دوك الشركه. دونك منين جابت الفلوس ديالها، وهذاك الفلوس منين جابتو الشركه، فاش خسراتهم. يعني تنقولوا الباسيف هي منين جابت الفلوس، والاكتيف فاش خسرات دوك الفلوس. مفاهمين؟ اوكي سيدي، شرحوه. لو باسيف دو بيلون هما كيف ما قلت لكم قبيله لي ريسورس. مفاهمين؟ المصادر، يعني شنو منين جابت ديك الشركه الفلوس ديالها. تيقول لينا لو باسيف اكسبريم على دات ديتابليسمون دو بيلون لوريجين لا سورس اي لو مونطون دي كابيتو. يعني كما قلت لكم هو راس مال دي كابيتو سو تروفون à la disposition de l'entreprise. يعني كاع دوك الفلوس اللي كاينين في لو باسيف عباره على واحد الراس مال ديال الكابيتال، باش هي كتقول انا فاش غادي نروج الفلوس ديالي، شنو غندير بهم، واش غنشري بهم سلعه، واش غنحطهم في البنك عندي، بغا نتعامل بهم، نشري بهم طوموبيلات، اي حاجه باغي ديرها، يعني اي اكتيفيتي ديال لونتربريز. فاهمين؟ لي ريسورس، المصادر. لاكتيف دو بيلون هو العكس ديالها، يعني لي زومبلوا، دوك الممتلكات، فاش خسرات دوك لو باسيف. دونك حنا الحمد لله شرحناها. لاكتيف مونتر كومون ا اون دات دوني سون اوتيليزي لي ريسورس انديكي دون لو باسيف. يعني كيف ما قال لك، كيفاش خسرات، كيفاش استعملات داك الراس مال ديالها
اللي جابته من لو باسيف اللي هو الكابيتال فاش خسرته في واحد التاريخ محدد. il exprime l'emploi qui a été fait des ressources. هي هذيك هنا كتب لينا ليغاليتي اكتيف تساوي الباسيف باش نكونوا فاهمين ونعرفوها وندخلوها للدماغ ديالنا. في لو بيلون ضروري اوبليجي خاصو يكون لاكتيف كيساوي الباسيف. شنو بيقصد لينا لاكتيف كيساوي الباسيف؟ حنا غنشوفو شنو تيقصد لينا. لو بيلون دو اتر اكيليبري بار كونستركسيون ا تو مومون دون لونتربريز لو توتال دي ريسورس ايت ايغال او توتال دي زامبلوا. لي بغا يقصد لينا هو انه مثلا الشركه جمعات واحد العشرة المليون كاين بار اكزومبل هذا هي كمثال واحد العشرة المليون جاب دبرات عليها راس مال ديالها غادي نحطوها فاش نحطوها في الباسيف. لاكتيف تيقول لك هذيك العشرة المليون خاصها ضروري تحولها للسلعه طوموبيلات الخدمه ديالها يعني هذيك الفلوس تحولها للممتلكات. يعني بطبيعه الحال عندها 10 المليون ديال الفلوس تحولها 10 المليون ديال الممتلكات ديال السلعه بار اكزومبل ديال الماتيريال ديال لوكال ديال الكره ديال واحد المحل. فاهمين؟ دونك ما يمكنش هي عندها 10 المليون في راس المال ديالها وغدير الممتلكات 20 مليون ما يمكنش. دونك على حساب الراس مال ديالها 10 المليون دونك تساوي ديك الممتلكات 10 المليون اللي صرفاتها تحولات الفلوس للممتلكات. اوكي زيد هذه هي اللي قايلت لك تساوي لاكتيف تساوي باسيف. فاهمين؟ هنا غادي نبداو من الشفوي للتطبيقي. تيقول لك ستركتور شيماتيك دو بيلون يعني كيدير هاد لو طابلو ديال لو بيلون هو على الشكل التالي. لاكتيف تيكون عندنا في ليسر ديال اون فاس معنا والباسيف تيكون في الدغوات. منين كيتكون لاكتيف؟ لاكتيف كيتكون هنا بدينا كندخلو في لي كلاس اللي كتب لكم لي 5 كلاس اللي كاينين في بلون كونطابل. لاكتيف كيتكون من لاكتيف الاولى ايموبيليزي والثانيه لاكتيف سيركولون والثالثه تريزوري اكتيف. لو باسيف كيتكون فينونسمون بيرمانون والباسيف سيركولون والتريزوري باسيف. كيف ما كتعقلوا في الدرس اللي فات شفنا خمسة ديال لي كلاس في لو بيلون هما هادو. كيبان لنا هنا ستة تريزوري اكتيف وتريزوري باسيف هو كلاس واحد كيتسمى تريزوري غير هو تينقسم في لو بيلون اكتيف وباسيف. مفاهمين؟ اوكي سيدي. دونك لاكتيف دو بيلون كيف ما قلنا لاكتيف ايموبيليزي لاكتيف سيركولون التريزوري اكتيف. نشرحوا بكل وحده بوحديها شنو كتعني لنا باذن الله. دونك نبداو بالاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي في لو بيلون اش كيعني لنا؟ دابا راه كنشرح لكم براتيكمون اون ميم طون كنشرح لكم لي كلاس اللي كاينين في بلون كونطابل. يعني الكلاس الاولاني هو فينونسمون بيرمانون. انا غنبدا معكم بلي زاكتيف دو بيلون باش نفهموا كل وحده لوحدها. دونك لاكتيف ايموبيليزي شنو هي؟ هي هذيك المعدات والتجهيزات يعني دوك الممتلكات اللي شرات الشركه وحولاتها في الممتلكات ديالها وهذيك الممتلكات تكون كتفوت القيمه ديالها فوت عام. يعني مثلا شرات مثلا واحد البقعه ارضيه شرات واحد الدار شرات واحد الطوموبيل شرات واحد الماتيريال ديال البيرو مثلا شرات مويان ترونسبور. يعني هادشي هذا بطبيعه الحال غيكون مده الصلاحيه ديالو غيتجاوز عام. ما يمكنش انا غنشري طوموبيله فقط شهر وتخسر ليا وكذا ما يمكنش ضروري غتفوت لي العام هي باقا جديده. شريت واحد الارض غتضرب ليا قيم العام لا شي حاجه غتطول ليا. شريت ماتيريال ديال باش نخدم البيرو بي سي كذا هادي غادي يفوت لي واحد العام. دونك كنحطوه في لاكتيف ايموبيليزي شي حاجه اللي معدات ديالي والتجهيزات ديالي شريتها في الممتلكات ديالي كتفوت لي واحد العام. فاهمين؟ الفينونسمون بيرمانون شنو هو؟ هو اللي قلت لكم داك داك التمويل داك الكابيتال. يعني منين جبنا الفلوس ديالنا دونك فينونسمون بيرمانون داك الكابيتال اللي كيفوت اللي كيبقى معايا حياتي ديما. مثلا دخلت معايا في الشركه 10 المليون راه غادي نحاول ما امكن نخدم بها ديما حياتي كامله فايت عام وغنحاول ما امكن نطور منها ونأوغمونتي في الكابيتال ديالي.
عاوتاني لي فورنيسور مثلا اللي كيفوتوا القرض اللي كيعطيوني انايا فايت عام. البنكات مثلا دير واحد الكريدي اللي ما يمكنش نخلصوه في عام، كريدي كبير ما يمكنش نخلصوه في عام. دونك يعني البنكه عطاتني واحد الكريدي، انا داك الكريدي خديته من البنكه حولته الراس مال ديالي وغادي نرجعو ليها، ولكن ما يمكنش عام، يعني على الاقل واحد 5 سنين 6 سنين. دونك لو مونطون فايت عام، هنا كيدخل فينونسمون بيرمانون. مفاهمين لاكتيف سيركيلون شنو هو؟ هو دوك لي دوك لي ستوك ديال لي مارشونديز. مثلا المارشونديز شريتها غادي ندخل سلعه وغادي نصايبها نرجعها برودوي مثلا، ولا ماتيير بريمير اللي غادي نرجعها برودوي وغادي نبيعها. بطبيعه الحال هنا السلعه كتدخل وكتخرج، يعني سيركيلون، شي حاجه سيركيلون يعني كتدخل وكتخرج، ما كتفوتش لي عام وهي في ستوك عندي، قل من عام يعني، ممكن تدخل اليوم وتخرج من بعد سيمانه نربح فيها فلوس. شريتها بثمن روجتها ضربت شهر بعتها ربحت فيها فلوس. اكتيف سيركيلون. فاهمين لو باسيف سيركيلون شنو هو؟ هو الديون اللي عليا خصني نخلصها قل من عام. يعني مثلا فورنيسور بسيط عطاني واحد السلعه، هذيك السلعه روجت انا بعتها خصني نرد ليه الفلوس ديالو في قل من عام، ماشي بحال البنكه. البنكه غتصبر عليا 6 سنين 7 سنين غتضربني بلي زانتيري، ولكن الفورنيسور عطاني سلعه خصني نرد ليه فلوس قل من عام. فاهمين كنحطوها في لو باسيف سيركيلون. دابا كنشرح لكم لي كلاس. الكلاس الخامس هو التريزوري. التريزوري هنا تينقسم الاكتيف والباسيف. مفاهمين دونك التريزوري بالنسبه للاكتيف غالبا هما اللي كنستعمل في البيلون، التريزوري باسيف ما كنستعملوهاش. دونك نشوفوا التريزوري اكتيف شنو هما. هما دوك لي مويان دو بيمون دو لونتربريز، يعني الجيب ديال لونتربريز ملي كتخلص الفلوس ديالها. مفاهمين يعني كيكون فيها البنكه كتكون فيها لاكيس، يعني نقولوا الشركه ما يمكنش تحط فلوسها كلهم في السلعه ياك، ولا تحطهم مثلا في لابونك، ضروري غتدخل تخلي عندها واحد لاكيس اسبيس فلوس عندها في الكونت الداخل في الشركه، هذاك هما التريزوري، يعني السيوله ديال ديك الشركه منين كتشري السلعه ديالها. مفاهمين احنا شرحنا لي سان كلاس الاولانيين. دونك نتمنى نكون قدمت لكم درس زوين، ونتمنى نكون ما طولتش عليكم. فهمنا اليوم ان شاء الله بان الله لو بيلون، شفناه غير تيوريك وشويه ديال براتيك، ولكن ما تنساوش الدرس المقبل باذن الله وبحول الله غادي ندير لكم واحد ليكسيرسيس زوين اللي غادي نفهموا فيه مزيان هاد الخمسه ديال لي كلاس اللي غادي يجيونا بحال ما ان شاء الله باذن الله، ما غايجيش عندنا مشكل. دونك نتمنى نكون قدمت لكم فيديو زوون ومفيد، وما تبخلوش على اخوكم امين بواحد جيم، واللي بغيت ابونا معنا يكون اول مره سمعنا مرحبا به باش يوصلوا كل جديد، والى اللقاء في الدرس القادم وبحول الله.